بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. ليصلك كل جديد حول مدرستنا عبر اليوتيوب، اضغط زر الاشتراك أسفل الفيديو وفعل الجرس. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم درسا جديدا بعنوان تحليل العلاقات وتمثيلها بيانيا. هدف درس اليوم تحليل الأنماط والتمثيل البياني للأزواج المرتبة الناتجة عن المتتاليات العددية بطريقة صحيحة. تم دراسة الأنماط العددية في الدرس السابق وتم تعريف النمط العددي، واليوم نواصل ذلك من خلال أولاً تحليل العلاقات، ثانياً تمثيل العلاقات بيانياً. تحليل العلاقات وهو توضيح نوع العلاقة بين العددين، تمثيل العلاقات وذلك من خلال كتابة الأزواج المرتبة وتمثيلها على شبكة الإحداثيات، ويتم شرح ذلك من خلال التمارين التالية. نبدأ في الجزء الأول من درس اليوم وهو تحليل العلاقات، ونوضح ذلك في التمرين التالي. سجل سالم وإبراهيم إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعها كل منهما خلال أسبوع واحد. قطع سالم مسافة كيلومترين كل يوم، وقطع إبراهيم مسافة 4 كيلومترات كل يوم. ما الزوج المرتب الذي يمثل إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعها كل منهما بعد 7 أيام؟ ما العلاقة التي تلاحظها بين إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعها كل من سالم وإبراهيم؟ نبدأ أولاً في إيجاد الزوج المرتب الذي يمثل عدد الكيلومترات التي قطعها سالم وإبراهيم في اليوم الواحد. إحنا عارفين يا أبطال عند كتابة الزوج المرتب ما ينطق في البداية يوضع في الإحداثي إكس اللي هو الإحداثي الأفقي. يعني إحنا قلنا سالم الأول، يبقى سالم ينحط في الإحداثي إكس اللي هو الإحداثي الأفقي. وقلنا بعد ذلك إبراهيم، يبقى إبراهيم يكتب في الإحداثي واي اللي هو الإحداثي الرأسي. طيب في اليوم الواحد كان سالم بيمشي كام يا أبطال؟ أحسنتم، برافو عليكم، أيوة يمشي إيه كام؟ 2 كيلو متر. وفي اليوم الواحد يمشي إبراهيم كام يا أبطال؟ برافو يا أبطال، أحسنتم، 4 كيلو متر. فده زوج المرتب اللي يمثل عدد الكيلومترات اللي قطعها كل من إيه؟ سالم وإبراهيم في اليوم الواحد، وهو 2 و4. بعد ذلك نوجد الزوج المرتب الذي يمثل عدد الكيلومترات التي قطعها سالم وإبراهيم في يومين. معنى ذلك ان احنا بنضرب الاثنين نضربها في 2 والاربعة نضربها في 2 لان احنا عاوزين يومين، فيكون الزوج المرتب كام يا ابطال؟ برافو، ايوه يكون 4 و8. بعد ذلك نوجد الزوج المرتب الذي يمثل عدد الكيلومترات التي قطعها سالم وإبراهيم في 7 أيام. يبقى نضرب 2 نضربها في 7 و4 نضربها في 7، فيكون الزوج المرتب هو 14 و28. ونأتي بعد ذلك للجزء الثاني من السؤال وهو العلاقة التي تلاحظها بين إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعها كل من إيه سالم وإبراهيم. نلاحظ أن العلاقة هي ما قطعه سالم هو نصف ما قطعه إبراهيم. واضح جدا يا أبطال أمام أن هذه 14 وهذه 28، يبقى ما قطعه سالم هو نصف ما قطعه إبراهيم. نواصل حل تمارين على درس اليوم. تصنع خولة أساور باستعمال خرز باللونين الأحمر والأزرق. يحتوي كل سوار على 20 خرزة حمراء و5 خرزات زرقاء. اكتب زوجا مرتبا لتمثيل عدد الخرز الأحمر والخرز الأزرق الذي ستستعمله خولة لصنع 8 أساور. نبدأ بإيجاد الزوج المرتب الذي يمثل عدد الخرز الأحمر والأزرق الذي تستعمله في السوار الواحد. احنا كما تعلمنا يا أبطال بنكررها على السريع،
ان الزوج المرتب يتكون من احداثي افقي واحداثي راسي، الاحداث الافقي اللي هو اكس والاحداث الراسي واي، وما يقرا في البدايه يمثل الاحداثي الافقي، وما يقرا بعد ذلك يكون الاحداثي الراسي. والحين احنا بنقرا الخرز الاحمر في البدايه والخرز الازرق بعد ذلك، فيكون الزوج المرتب كم وكم يا ابطال للسوار الواحد؟ برافو يا ابطال، 20 و5. طيب نوجد بعد ذلك الزوج المرتب الذي يمثل عدد الخرز الأحمر والأزرق الذي تستعمله في سوارين. يبقى من هنا بنقرر كل إحداثي منهما مرتين، فيكون الزوج المرتب، أحسنتم يا أبطال، 40 و10. ولإيجاد الزوج المرتب الذي يمثل عدد الخرز الأحمر والأزرق الذي تستعمله في 8 أساور، يبقى في البداية خالص كان الزوج المرتب للصوار الواحد 20 و5، فمعنى ذلك ان احنا بنكرر العشرين 8 مرات والخمسة 8 مرات، فيكون الزوج المرتب من يساعد معايا ابطال ومن يتكلم معايا، احسنت يا بطل، يبقى كام؟ 160 و40. ما زلنا في حل تمارين على درس اليوم. يدفع سمير كل شهر مبلغ 240 ريالا كقسط الهاتف، وينفق 60 ريالا كل شهر على العضوية في صالة الألعاب الرياضية. اكتب زوجا مرتبا لتمثيل ما ينفقه سمير خلال 12 شهرا كأقساط للهاتف والعضوية في صالة الألعاب الرياضية. نبدأ أولا في إيجاد الزوج المرتب الذي يمثل ما ينفقه سمير في الشهر الواحد للهاتف والعضوية، ويكون كم وكم يا أبطال؟ بقى كما اتفقنا عارفين على طول اهو، احنا جرينا ايه الاول؟ يبقى جرينا الهاتف الاول ولا الصالة الرياضية الاول؟ اي بما ينفقه في البداية بعد كده العضوية، يبقى يكون الزوج المرتب، احسنت، 240 و60، برافو يا أبطال. ولإيجاد الزوج المرتب الذي يمثل ما ينفقه سمير في شهرين للهاتف والعضوية، يبقى بنبدأ برضو نفس الكلام بالهاتف وبعد ذلك العضوية، ويبقى شهرين، معنى ذلك ان نقرر كل احداثي منهم مرتين، فيكون الزوج المرتب، برافو عليكم، 240 و120. ولإيجاد الزوج المرتب الذي يمثل ما ينفقه سمير في 12 شهر للهاتف والعضوية، بنعمل ايه يا ابطال؟ بنقرر كل احداثي منهما 12 مرة بالضرب في 12، فيكون الزوج المرتب، برافو عليكم، 2880 و720، احسنتم يا ابطال. وناتي الى الجزء الثاني من الدرس وهو تمثيل العلاقات بيانيا، ونوضح ذلك في التمرين التالي. تتبع سالم وعمار المبلغ الذي كسباه من وظيفتيهما كل اسبوع، فاستعملا قاعدتي اجمع 100 واجمع 50 لاكمال الجدول. مثل بيانيا الأزواج المرتبة التي تمثل إجمالي المبالغ التي كسبها كل منهما بعد كل أسبوع. نبدأ في تكملة الجدول. إحنا عارفين يا أبطال اللي بتقال الأول يبقى هو الإحداثي إكس، يبقى إحنا قلنا مين الأول؟ قلنا سالم، وبعدها مين؟ عمار، فيكون سالم يمثل على المحور الأفقي وهو الاحداثي اكس، وعمار يمثل على المحور الراسي اللي هو الاحداثي واي. ونبدا ب 100 حقه مين؟ حقه سالم، فيكون احداثي سالم كما هو موضح بالشكل 100، ثم تليها كم يا ابطال؟ برافو عليكم، 200، بعديها 300، بعديها 400، ونبدا في الاحداثي واي اللي هو تبع عمار، ونبدا به ب 50، بعديها 100، بعدها 150، بعدها أبطال 200. ونقوم بتمثيل هذه البيانات على الشبكة كما هو موضح بالشكل. الشبكة التي أمامنا، نكتب على المحور الأفقي 100 200 300 400، وعلى المحور الرأسي 100 200 300 400 كما هو موضح بالشكل، ويكون المحور الأفقي سالم والمحور الرأسي عمار كما هو موضح يا أبطال. ونبدأ في تمثيل الأزواج المرتبة. الزوج المرتب الأول كم وكام؟ 150.
طيب لتمثيل الزوج المرتب الأول اللي هو 150 نمشيه زي أبطال، نبدأ من نقطة الأصل اللي هي 0 و0 ونتحرك في الاتجاه الأفقي 100 وحدة، وفي الاتجاه الرأسي 50 وحدة، فيكون الزوج المرتب كما هو موضح بالشكل. ثم نمثل الزوج المرتب الثاني اللي هو كم وكم؟ 200 و100. نتحرك من نقطة الأصل اللي هي 0 و0 في الاتجاه الأفقي 200 وحدة، وفي الاتجاه الرأسي 100 وحدة، فيكون موقع الزوج المرتب كما هو ممثل بالشكل. ولتمثيل الزوج المرتب الثالث اللي هو 300 و150، نبدأ من نقطة الأصل اللي هي 0 و0 ونتحرك في الاتجاه الأفقي 300 وحدة، وفي الاتجاه الرأسي 150 وحدة، فيكون موضع الزوج المرتب كما هو موضح بالشكل. ونبدأ من نقطة الأصل كذلك لتمثيل الزوج المرتب الرابع والأخير، نبدأ من نقطة الأصل نتحرك في الاتجاه الأفقي 400 وحدة، وفي الاتجاه الرأسي 200 وحدة، فيكون موضع الزوج الأخير كما هو موضح بالشكل. نلاحظ يا أبطال أن مقدار الزيادة بالنسبة للإحداثي الأفقي أو الإحداثي الرأسي مقدار ثابت، فتكون النقاط زي ما وضحناها في الدرس اللي من قبل يا أبطال الدرس السابق، فتكون النقاط دي واقعة على خط مستقيم ولا واقعة على خط متعرج؟ أنا عايز أسمع الإجابة منكم. أحسنتم، برافو عليكم، واقعة على خط مستقيم. ليه يا أبطال واقعة على خط مستقيم؟ لأن الفرق بين الإحداثي الأفقي ثابت والفرق بين الإحداثي الرأسي ثابت، فنجد أن النقاط تقع على خط مستقيم كما هو واضح في الشكل، واضح أمامنا الخط مستقيم، بنضع المسطرة ونوصل النقاط فتكون واقعة على خط مستقيم. والجزء الأخير الذي أمامنا نلاحظ أن مكسب سالم ضعف ما مكسب عمار كما هو واضح أمامنا في كل الإحداثيات. وجزاكم الله خير يا أبطال على المشاركة في هاي المسائل الممتازة، أحسنتم. ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا تحليل الأنماط والتمثيل البياني للأزواج المرتبة الناتجة عن المتتاليات العددية بطريقة صحيحة. وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.